أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفعلون
يفرحون بما أتوا ويحبون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء صدق الله العظيم.